صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس في دعائه: اللهم اجعلنا من أحبابك وأقرابك. يقول: هل لفظ أقرابك صحيحة؟ لا، أو من أقرب من أحبابك، نعم، أو من المقربين عندك، لا بس. أما من أقرابك يعني تكون قريب لله من أقاربك، إلا إن كان قصد من أقرابك يعني القريبين منك، هذا له معنى صحيح. أما إن كان من الأقراب يعني من الأقارب، هذا لا يجوز. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول ولكونه لفظا مجملا يتجنبه. نعم.